وتعالوا ندعي مع بعض في ختام كلامنا كده مع بعض، لأن في الآخر العبد الضعيف ملوش غير الرب اللطيف سبحانه وتعالى أن يلطف به فيما جرت به المقادير. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم يا من بيدك الخلق والأمر وأنت مع كل شيء قريب وبكل شيء محيط، اللهم مدنا بالمعونة إذا عجزنا، وبالصبر وحسن القرار عند المصائب إذا جزعنا، إنك أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اشرح صدورنا لتقبل أمرك، وأطلق ألسنتنا في ضيقها بذكرك، فإنك بك تدفع الشرور وإليك ترجع الأمور. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. والحمد لله رب العالمين.